عن نفسك يا محمد. بس طبعا العاده دي بقالك قد ايه بتشتغل المهنه دي؟ اكيد بتاع 4 سنين. طيب ايه اكتر الصعوبات اللي بتواجهك هنا؟ الصعوبات اللي بتواجهني هنا الناس البلديه والاداره، في ناس برضه بتتلكك. بمعنى؟ بمعنى زبوني البغيض بتقول لك مش عارف خلصت مش عارف ايه الكلام ده، وصعوبه اللي هو يقول لك انا مقعدك انا سايبك بتجيب وتيجي تقعد مكانك، انا متعلم انا متعلم الساحه انا 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 الكلام دوت اللي هو بلطجي، يعني لو عامل نفسه بلطجي. وفي ناس في الحكومه برضه بتنكر. انت بتروح كل يوم وبتيجي؟ اه تيجي المكان هنا ازاي؟ انا في الاول كنت قاعد هنا يوم قاعد ايه الايجار غالي، خدت سكن قبل كده وسبته، كانت اوضه حمام على بعضه اللي بيخر من فوق، كان بياخد في حاجه 650 غير ميتها ونورها، وتركت دلوقتي بخمسه وتبقى بخمسه 10 بتاع ثلاثة ثلاث 900 جنيه. جيت سبت السكن، قعدت سبت كله. بعد كده جيت لما جيت الجو هيبرد وبتاع، خدت الجو كله وشايف هنا الاوضه والحمام، تعبتهم عامل ايه؟ 800 جنيه. ده مش معاش تضامن الاجتماعي ده حصل الكرامة؟ لا ما انا جريت اللي هي ال 5% دي، وبعد كده اتندمت ان انا جريت منها. ليه؟ انا حطيت الشركه اللي اسمها شركه اندومي، وحتى جريت منها لما اروح على دي. ثاني ما يزيدش الميه، ما يكملش ايجار السكن بتاعها. طب بتطالب بايه؟ بطالب بسكن، اهم حاجه السكن. سكن وتر المحل او كاتوشه او وظيفه حكوميه، انا معايا شهاده العيل كله. لكن ساعه ما قدمت الشكوى دي اللي انا قدمتها كنت قدمها للرئيس المحلي. الشكوى اللي هي بتاع اللي هي وظيفه المندوبه دي، اول ما شكيت وقدمت الشكوى للرئيس اشر عليها، رحت ميدان التحرير، ميدان التحرير رماني في مكتب التاهيل المدني فين؟ في البدر، مدينه بدر، يعني شوف اخر الدنيا. مدينه بدر لما سيبني الشركه هناك اسمها شركه اندوم اللي هي احمد كريم، تديني 700 جنيه 750 جنيه. بعد ده اسحب المرتب في النهار، خدوا الفيزا، خدوا الكارت بتاعهم. يعني حتى اللي فيها لما حكومه اللي فيها لواءات وعاملين نفس يعني عاملين نفسهم ياما هنا ياما، وهم الكسبانين لغايه 5% دي هم اللي كسبوا. عايش مع مين؟ واحد. عايش لوحدك؟ انا مين بتغسل بيك من كل حاجه بتعملها مع الواحد؟ مع نفسي. مين بغسلها لنفسي؟ عايش كده في سلامة يا رب يا رب. ناس لسه شايف أرضية صناعية أو حاجة من نفسي أركب جهاز التعليم. قدمت طيب على حاجة؟ قدمت كده. أنا بص من أيام الرئيس بتاعنا مبارك وأنا بجري على السكن، وبعد ما جاني اللي هي بتتعيل على 5000 وتاخدها تيست دي، بعد كده رحت للمحافظ ده أنا وأنا في بلدي الكلام ده من 10 سنين ولا 5 سنين. عمل مني ما تخسرهوش من 15 سنه قدمت وجاني الجواب لما جاب اسم يعني اسم محمد، جاب اسم احمد لما قعدت قدمت جاني الجواب، قعدت اروح حتى على الرسوم الناس كانت تقف معايا بتقول 5000 قال لي احنا بس لازم تغير الاسم. طب اغيره من الاسم؟ قالوا من المحافظ. رحت محافظه المانيا سلمت الجواب على اساس انه يغير لي الاسم اللي هو خدمة المواطنين دي. السكرتير محمد المحافظ محمد خالد خد مني الجواب وقال لي اديني الحد اللي زي النهارده، كان يوم حد. رحت الحد اللي زي النهارده وكانت معايا واحده موظفه من خدمة المواطنين اسمها الاستاذ عماله الله يسمح لها دنيا واقفه. نكر هو تاني محد نكر ان انا عطيته الجواب، انا ما كنتش مصور.